متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد اللهم مساءكم بكل الخير. نهار اليوم الاثنين سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة باستثناء المناطق الجنوبية الغربية، إذ لا تزال تحت تأثير حال عدم الاستقرار الجوي تحصل على إثرها زخات رعدية من الأمطار. أما يوم الثلاثاء إن شاء الله راح تكون المناطق الشرقية والشمالية ومناطق الجنوبية الغربية تحت تأثير حال عدم الاستقرار الجوي تحصل على إثرها زخات رعدية من الأمطار، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة فترة السحور في العاصمة الرياض لهذه الليلة، بتسجل 29 مئوية وأجواء غائمة جزئية، نسبة الرطوبة 21% وسرعة الرياح 2 كيلومتر في الساعة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة النهار غد الثلاثاء في عموم مناطق المملكة. تتأثر بحال عدم استقرار الجوي، بتسجل نهارا 37 واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، و25 ليلا عرعر أيضا 38 نهارا واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، و25 ليلا أما تبوك غبار خفيف 37 نهارا و23 درجة مئوية إن شاء الله بتسجلها ليلا. المناطق الغربية مع المدينة المنورة 40 نهارا 27 ليلا واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، وجدة 36 نهارا 30 ليلا وأجواء صافية ومشمسة، مكة المكرمة أجواء حارة 42 نهارا 28 ليلا وأجواء غالبا صافية، الطائف غيوم متفرقة 30 نهارا و21 مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. أما المناطق الجنوبية الغربية وهي لا تزال تحت تأثير حال عدم الاستقرار الجوي، كل من أبها والباحة بتسجل تقريبا 26 درجة مئوية واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، ليلا بتسجل 19، جازان نهارا بتسجل 38 مع أجواء صافية ومشمسة، وليلا بتسجل 31 درجة مئوية بإذن الله. أما المناطق الشرقية مع الدمام بتسجل 39 نهارا 26 ليلا، حفر الباطن والإحساء درجات حرارة عالية نهارا بين 43 و41، أما ليلا بتسجل 26 درجة مئوية وأجواء حارة. المناطق الوسطى أخيرا مع الرياض 39 نهارا و28 ليلا وغيوم متفرقة، بريدة 39 نهارا واحتمالية لهطول زخات من الأمطار ليلا، أما حائل 30 درجة مئوية نهارا واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، و21 بإذن الله بتسجلها ليلا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب أولا بأول. إلى اللقاء.